شكرا لك يا سيد الرئيس. لذلك الشاب المثابر في عمله والجاد في تصرفه، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة درعة تفيلال، والرئيس المؤسس للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، رحبوا معي بالأخ يوسف شيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، إتما وسفيتما أزول خاون المرأة. في البداية أسمحوا لي نعبر لكم على الفرح ديالي والسعادة ديالي التواجد ديالي مع شباب جهة الشرق لمرة أخرى من بعد مجموعة من المحطات اللي دائما الشباب التجمعي بجهة الشرق حاضر وبقوة، والدليل على ذلك أننا بدينا 2018 سلسلة المنتديات الجهوية، وكان المنتدى الجهوي الأول بجهة درعة تفيلال. بالمناسبة اسمحوا لي نحيي الأخت سمية أعلان والسي الحاج حسين أعلان المنسق الإقليمي للحزب في زنكورة، وجمعنا اليوم صفقة عليه. ثم من بعد بدا المنتدى الجهوي بجهة الشرق بالناظور، المنتدى الجهوي الأول، اليوم حنا في المنتدى الجهوي الثاني، كيأكد على أن هناك استمرار، لأن في الشبيبة التجمعية نؤمن بأن التداول هي شريعة التجمع، والشبيبة هي مفتن القيادات. حنا غنستمروا، بدينا واحد المشروع كاملين، غنستمروا فيه وغنكملوه، وغادي نعاونوا إن شاء الله الرئيس الجديد السي الحسن السعدي اللي كنتمناو ليه التوفيق، غنوضعوا يد النفيذ وغنزيدوا لقدام، لأن عندنا مشروع كبير ورش كبير غنشتغلوا عليه إلى جانب الأخ الرئيس عزيز أخنوش. لكن ما تنساوش بأن على عاتقنا مسؤولية كبيرة، واحد ثلاثة سنوات ديال اللي هي مرحلة صعبة جدا، اللي هي مرحلة التأسيس. هي الشرف أن أكون رئيسا مؤسسا وأن تمر المرحلة بنجاح، واليوم أمامنا مرحلة أخرى اللي خصنا واحد المجهود المضاعف. لماذا؟ لإعادة الثقة في الشباب، لأنه للأسف ما يمكنناش أننا نحقق نمية حقيقية بدون التفكير في بلورة مجموعة من الأفكار الشبابية اللي خاصة في المجال التنموي، وكذلك يقتضي هادشي كامل القدرة على تحويل القدرة الاحتجاجية أو القوة الاحتجاجية للشباب إلى طاقة إيجابية اقتراحية نقدية تراقب السياسات العمومية وتقترح البدائل. وليمكن كذلك أننا نحقق ذلك بدون واحد المخاطب جهوي قادر على صنع القرار وقادر على تحمل المسؤولية. ممكن لناش كذلك أننا نحقق نموذج تنموي جديد لعلي صاحب الجلالة بدون نخب جديدة وبدون عقليات جديدة وفي غياب الممارسة الفعلية للشباب للسياسة ومشاركته في العمل السياسي. اليوم ملي كنشوفوا شباب في مراكز القرار كنفتخروا بهم كنفرحوا لهم، ولكن هذا لا يكفي. لا يكفي أننا فقط نشجعوا شباب ونحطوهم في مراكز القرار ونخليهم، خاصنا نساعدوهم وندعموهم باش ينجحوا في العمل ديالهم ويكونوا قدوة للشباب الآخرين. نعطيكم نموذج فقط، عندنا مجموعة من نماذج الشباب التجمعية. نموذج محلي الأخ الرئيس سي محمد تحتوح، اللي كنشكركم أنكم وضعتوا فيه الثقة وصوتوا عليه وجبتوه كرئيس ديال المنظمة الجهوية، وشك عضو في المكتب الوطني ومن بين الأعضاء الناشطين والمساهمين بأفكارهم اقتراحاتهم من أجل إنجاح هذا المشروع. وما ننساوش كذلك أن هذا الشاب حظى بثقة المواطنين كرئيس جماعة الوعي، ولكن من يحظى بهذه الثقة لا يكفي. السيد في الوقت اللي خاصه أنه منهمك بالبحث عن مشاريع تنموية للمنطقة كنلقى بأنها مشاكل بسيطة كنلقاها في الطريق. أنه مؤخرا سمعنا بأن الأخ الرئيس محمد تحتوح والأغلبية ديالو جماعية مشاو باغيين يقدموا الاستقالة، لأن التيار الكهربي انقطع على السكينة في القرن 21. هذا عيب وعار.
ديالو الشجاع وعلى الموقف ديال الاغلبيه ديالو، لان الاخ محمد تحتو خرج وقال لهم قطعوا لي الضوء في الدار عندي وما تقطعوش على السكينه. فهذا موقف شجاع، وبغينا شباب اللي الهم ديالهم الاول هو الخدمه ديال السكينه، الهم ديالهم الاول هو الخدمه ديال هذا الوطن، لان بلادنا ما يمكنش تراهم على جهويه متقدمه ولا مدرج تنموي ناجح بمنتخبين ما كيسمعوش للسكينه ديالهم وما كيدافعوش على المطالب ديالهم وما كنلقاوهمش بجانبهم. اليوم علينا ان ندرك انه لاعاده الثقه بين المواطن والمؤسسات لابد من اسراع مجموعه من التدابير الاجرائيه لايجاد الاجوبه للاسئله العالقه ديال الشباب، ونقلبوا على حلول مشتركه ناجحه قابله للتطبيق على ارض الواقع للاشكاليات المتعلقه بالصحه والتعليم والشغل بالاساس خاصه للشباب. الشباب في نظري الاخوات والاخوه هو واحد كيشكل واحد النقطه مفصليه في النموذج التنموي الجديد، وهو الامل في تنزيل هذه الحلول على ارض الواقع وفي تنزيل كذلك البرامج ديال الدستور الى ارض الواقع. الثقه المفقوده بين الشباب والمؤسسات ما غنرجعوهاش بالخطابات، وما يمكنش كذلك اننا نرجعوها بالوعود، فانا غادي ترجع بالاشراك الفعلي للشباب في السياسات العموميه، غادي ترجع بتشجيع الشباب للمشاركه في العمليه السياسيه والنجاح ديالهم في مراكز القرار. ما ننساوش بان اي واحد كيشتغل، اي واحد خدام، مايمكنش يلقى الطريق ديالو كلها مفروشه بالورود بتاتا. التشويش اصبح هوايه الفاشلين في تحقيق اهدافهم الطيخه. اليوم كتشوفوا بان الاخ رئيس عزيز اخنوش بانجازاته المتتاليه بنجاحاته المتتاليه اليوم